السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم يوم الاثنين الثاني من شهر ماي 2022. أهم أخبار ألمانيا في البداية، عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. نبدأ أصدقائي بما تتكلم عنه هذا اليوم الصحافة الألمانية. ما زال التحدي مستمرا من طرف رئيس حزب سي دي او المعارض الذي حكم ألمانيا 16 سنة متتالية إبان حكم السيدة ميركل، ويقوم السيد ميرتس رئيس حزب سي دي او بزيارة إلى أوكرانيا لإظهار أن الحزب المعارض في ألمانيا يقف بجانب أوكرانيا. هذا الأمر يضغط بقوة على مستشار ألمانيا السيد شولتز من حزب SPD الاشتراكي، ويقولون له: لماذا لم تقم أنت أولا سيد شولتز بزيارة لأوكرانيا؟ مستشار ألمانيا السيد شولتز ينال انتقادات واسعة وانخفضت شعبيته، خصوصا أنه كان يعارض إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، وبعد مدة وبسبب الضغوط القوية التي جاءته من طرف حزب الخضر والحزب الليبرالي FDP اللذان يشكلان معه أيضا الحكومة، وأيضا بسبب الضغوط التي جاءته من طرف حزب CDU المعارض الذي طالب بإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وهدد بوضع طلب للبرلمان الألماني وجعل أحزاب الحكومة تصوت على قرار إرسال الأسلحة الثقيلة داخل البرلمان، وهذا الأمر لو تم كان سوف يؤدي إلى انهيار الحكومة. بذلك قام مستشار ألمانيا السيد شولتز بتغيير رأيه الذي كان يعارض فيه إرسال الأسلحة، ووافق على إرسال الدبابات وأيضا أسلحة إلى أوكرانيا. يوم أمس الفاتح من شهر ماي بعيد العمال، عاش مستشار ألمانيا لحظات صعبة عند إلقائه خطابا بمناسبة الفاتح من ماي عيد العمال، فأمام آلاف من العمال الغاضبين جدا من شولتز الذي قرر إرسال الأسلحة، وكانوا طول الوقت يتهمونه بالكذب وضعف القيادة، وكانوا يطلبون منه الجماهير التي كانت يوم أمس بالمكان الذي كان يخاطب فيه السيد شولتز، طلبوا منه أيضا عدم إرسال الأسلحة الثقيلة كي لا تطول الحرب حسب رأي المتظاهرين وكي لا تزيد إراقة الدماء. حاول مستشار ألمانيا الدفاع عن رأيه بقوة وبكل صلابة. لنلاحظ أصدقائي ردة فعل مستشار ألمانيا بهذا الفيديو، وأيضا حاولوا أن تستمعوا إلى غضب الجمهور الذي كان متجمهرا يوم أمس ولم يرغبوا بالسماح لمستشار ألمانيا بإتمام كلمته من خلال صراخ وأيضا صفير، لأنهم كانوا غاضبين من سياسة إرسال الأسلحة. بعد ذلك سوف نقوم بترجمة الكلمة التي قالها مستشار ألمانيا. شاهدوا أصدقائي. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. كما لاحظتم أصدقائي، وجد مستشار ألمانيا صعوبة كبيرة في إقناع الناس يوم أمس أصدقائي، وحاول الدفاع على رأيه بإرسال الأسلحة، وقال باللغة الألمانية نفس الكلام الذي قاله نشره أيضا بتغريدة على تويتر، قال: Ich respektiere jeden Pazifismus und jede Haltung, aber es muss den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihnen gesagt wird, man solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. قال، وسوف نترجمها بالعربية: أنا أحترم متتبعي السلمية والسلام. أنا أحترم كل المواقف،
لكن يبدو الأمر للمواطنات والمواطنين الأوكرانيين مثيرا للسخرية عندما يطالب منهم الدفاع عن أنفسهم ضد عدوان بوتين بدون أسلحة. لقد نفد وانتهى الوقت لهذا الشيء. كما تلاحظون أصدقائي، هذا هو الكلام الذي حاول به السيد شولتز أن يدافع عن نفسه. الكلمة التي يمكن أن تكون جديدة أصدقائي باللغة الألمانية هي كلمة باسيفيسموس. باسيفيسموس هما الجماعة أو الناس أو التوجه للناس الذين يرفضون الحروب ويدعون دائما للسلام. أيضا أصدقائي، حاكمة برلين السيدة جيفاي عندما حاولت يوم أمس إلقاء كلمتها تعرضت أيضا للرشق مرتين بالبيض من عند متظاهرين الغاضبين من سياستها ومن سياسة الحكومة الألمانية وطريقة إدارة البلاد. السيدة جيفاي هي من حزب SPD الاشتراكي التي ينتمي له أيضا السيد شولتز. الشرطة الألمانية بدأت بالتحقيق للبحث عن الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بإلقاء البيض على حاكمة مدينة برلين. ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر. الغلاف الجديد لمجلة شبيغل ينتقد بشدة حزب الخضر. تلاحظون أصدقائي، هذا هو الغلاف، يظهر فيه قادة حزب الخضر بلباس عسكري. قالوا بأنه قبل الحرب في أوكرانيا كان حزب الخضر يرفض الحروب أو المشاركة فيها أو إرسال أسلحة ألمانية إلى أي دولة تشارك في الحروب، وكان حزب الخضر دائما يدعو للسلام والتعايش. والآن هل كانوا فعلا حزبا للسلام كما كنا نظن؟ هكذا تساءلت أيضا جريدة شبيغل. حزب الخضر يوجد بالحكومة ويشكل الحكومة مع الحزب الاشتراكي SPD والحزب الليبرالي FDP، وحزب الخضر يطالب بإرسال الأسلحة الثقيلة والمتطورة بسرعة إلى أوكرانيا. هذا الأمر صدم عدد كبير من الألمان، خصوصا أن حزب الخضر حزب معروف بأنه يطالب دائما بالسلام وبالتعايش وبحماية الطبيعة وحماية البيئة، فاستغربوا كيف للحزب الذي دائما يطالب بالسلام أصبح هو أكثر حزب يضغط من أجل إرسال الأسلحة الثقيلة. سبق لرئيس الحزب الجديد السيد نوغي بوغ أن قال قبل يومين بأن حزب الخضر يبقى حزبا مسالما وحزبا يطالب بالسلام. ويقول أيضا مجموعة من قادة حزب الخضر بأن ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا هي التي دعت من أن حزب الخضر يدعم أوكرانيا من أجل إحلال السلام، لأنهم خائفون أنه إذا قامت روسيا بالسيطرة على أوكرانيا بأن تقوم روسيا بالهجوم واجتياح دول أخرى مثلا مولدافيا أو دول أخرى أيضا أوروبا. لذلك يقولون بأنه أمن أوروبا يوجد بأوكرانيا أصدقائي. والآن رغم ذلك فالانتقادات تنهال بشدة على حزب الخضر من هذه المسألة. نمر أصدقائي الآن إلى أيضا نقطة تتكلم عنها الصحافة الألمانية، وكما تعودنا أيضا في هذه القناة نتكلم بكل شيء من أجل نشر المعرفة ونشر الأخبار. الصحف الألمانية الكبرى تتكلم عن الخلاف الحاد بين روسيا وبين إسرائيل. قام وزير الخارجية الروسي لافغوف بعمل لقاء مع قناة إيطالية ريتي كواترو، كواترو هي رقم 4، ريتي الرابعة. وقام وزير الخارجية الروسي لافغوف بالقول والدفاع على موقف روسيا من الحرب. وقال وزير الخارجية الروسي أن ما قامت به روسيا حسب رأيه هو محاولة إنهاء الحكم النازي في أوكرانيا. وسألته الصحافة الإيطالية وقالت له الحكم النازي في أوكرانيا، لكن رئيس أوكرانيا هو زيلينسكي هو من الديانة اليهودية، يهودي فكيف يكون نازي؟ فرد عليهم وزير الخارجية الروسي وقال لهم حسب رأيه هو أيضا قال لهم بأنه هتلر
أيضا كان من أصول يهودية، وقال أيضا أن بعض من كان ضد السامية كانوا يهود. هذا الكلام أغضب جدا إسرائيل، وطالبت إسرائيل فورا باعتذار من وزير الخارجية الروسي عن كلامه، وقالوا له يجب أن تسحب كلامك، وأن إسرائيل لا تقبل هذا الكلام نهائيا. وهناك أيضا من الجمعيات اليهودية من قالوا بأن هذا الكلام جارح في حق اليهود، خصوصا الذين عانوا من المحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية. العلاقة الروسية الإسرائيلية ينشبها شيئا ما من التوتر بعد بداية الحرب في أوكرانيا. رغم ذلك، وأكدت أيضا الصحافة الألمانية بأن إسرائيل لا تشارك حسب ما نشرت الصحافة الألمانية بالعقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على روسيا، يعني جميع العقوبات التي فرضتها الدول العالمية مثل أوروبا، أمريكا، بريطانيا إلى آخره، إسرائيل لا تشارك فيها. رغم ذلك، الحكومة الإسرائيلية كما قالت الصحافة الألمانية لا ترغب بتطوير الخلاف مع روسيا، وإسرائيل رغم ذلك تبحث على طي الخلافات مع روسيا، لأن إسرائيل تحتاج إلى روسيا كما قالت الصحافة الألمانية، لأنه أيضا هناك الجيش الروسي الذي يتواجد فوق الأراضي السورية كما قالت الصحافة الألمانية. نشرت لكم أصدقائي بكل صدق وأمانة جميع الأخبار كما تنشر بالصحافة الألمانية كي تكون على معرفة بكل شيء. أتمنى أن تعجبكم فيديوهات الأخبار، وأتمنى أن تدعموا القناة بلايك، بالاشتراك وبنشر الفيديوهات. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.